قمنا اليوم باستلام كتاب تكليفنا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. هو رئيس الوزراء المكلف محمد الشيعة السوداني يباشر بمهام عمله في القصر الحكومي وسط ملفات كبيرة وتحديات أكبر تنتظر حكومته لحلحلتها. داخليا فإن تأكيد زعيم التيار الصدري بعدم مشاركة كتلته في الحكومة لن يؤثر على مسار تشكيلها، لكنها تحتاج إلى دعم جميع الأطراف السياسية بحسب القراءات لتتمكن من تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيطرحه في جلسة منح الثقة لكابينته الوزارية خلال المدة القانونية المنصوص عليها، وهي شهر من تاريخ التكليف. أعتقد اليوم الحالة السياسية تحتاج إلى وجود القوة السياسية في دعمها حتى الحكومة التنفيذية تمضي دون عرقلات سياسية وترك ما جرب بالأمس السياسي، وبالتالي أعتقد اليوم جميع القوة السياسية هي مهتمة في صناعة سلطة تنفيذية قادرة على التحديات. أعتقد التحديات الكبيرة التي مرت بالنظام السياسي هي نفسها تؤثر على عمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ويبدو أن التحديات التي تنتظر حكومة السوداني تتجلى في ملفات عديدة يتصدرها الاقتصاد والأمن ومحاربة الفساد بعد فضيحة سرقة أكثر من 2.5 مليار من حسابات الهيئة العامة للضرائب التابعة لمصرف الرافدين، إضافة إلى ملف العلاقات الخارجية الذي ينتظر جهدا كبيرا فضلا عن تقديم الخدمات للمواطن العراقي الذي أصيب بخيبة أمل من الحكومات السابقة. كثير من التحديات التي ستواجه حكومة السيد محمد الشيعة السوداني، وأهمها وأولها هو الملف الاقتصادي، حيث ترد الاقتصاد العراقي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بشكل كبير. كذلك سيواجه السيد محمد الشيعة السوداني ملف إعادة العراق إلى محيطه الأقليمي ومكانته الدبلوماسية التي تراجعت أيضا خلال السنتين الماضية. وحتى الآن لم يناقش ملف إجراء انتخابات مبكرة الذي طالبت به الكتلة الصدرية سابقا وأيادته الكتل الأخرى، وربما لن يجد هذا الملف طريقه بحسب المعطيات السياسية، وهذا يعني أن حكومة السوداني في حال منحها الثقة ستأخذ مساحتها الكاملة وفق العمر الدستوري المقرر لها إذا ما استجدت أي تحركات على الحلبة السياسية أو الأوساط الشعبية، ليبقى الأمر مرهونا بنتاج الحكومة على أرض الواقع. من العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاغروس تيفي.